والديك والديك ان شاء الله. اقول حج مكي ويش سمعت السالفه اللي طالعه في الفريج؟ سالفه ويش بعاد يا ابو داوود؟ يقول لك في مغازلتي داير في الفريج هالايام. ها؟ اي والله. واحد يغازل في فريقه؟ اي والله الفريج كله يتحدث كذي. والله مشكله. لا يقول لك ان هالمغازلتي ما يقل في النهار. انزين ما عرفتونا هذا ولد من هوله؟ لا والله يا اخوي ما عرفنا، بس هقوتي انه مو من فريجنا، لان عيال فريجنا ما يسوون هالسوالف هذه، اكيد من برا الفريج. لا احنا ما عندنا هالشكل، ما عندنا ما تصير هالسوالف هذه. والله نعم عيالنا متربيين. ايه لا لا ايه نعم لا ايه متربيين. ايه بعد شلا تأخرتي؟ هكوني دحين قولش عندك. سمعيني هالأيام أياني وياك تطلعين من البيت أحشري اللي اشترى. لا ناوي تحبسني؟ أنا لحين ما صرت على ذمتك عشان تحبسني. أنا ما حد يأمرني إلا أمي وأبوي. أنتي مو في الفريج؟ أكيد أنتي مو في الفريج. ويه خرعتني الصاير. زين قولي الصاير. أم غازلتي أقول لك أم غازلتي في الفريج ويفتر فار هالأيام. صدق اللهي بار النشر عنا على أذونك الحين. شنو الله احترمي نفسك عيب. خاطري أشوف شلون يغازلون. مو عندنا واحد في الفريج منهم كلش. أبي أشوفهم. أشوف اللي طالت وشمخت ليكون أنا مبتارس عينك. نسينا قبل نسينا كنت أعطيك مغازل بالشكية كله بهالكثر. طفشون أنت ما تعرف تغازل. أنا الحين صارت ما أعرف أغازل. نسينا أيام قبل لا ها. تذكرتي قبل؟ أصلاً هاي الحركة الكل عارف يسويها. ها؟ هذه الكل عارف يسويها؟ إنزين ردي بعد مو بقبل، ردي بعد قبل ها؟ هذه وايه واحد يغازل؟ هاي لشنا وايه واحد مفصينا في سطل. إنزين المهم إيش بتسوون في المغازل شيء؟ وش دراني؟ أكيد بيصيدون عيال الفريج وبأدبونه. وأنت؟ وأنا شليكر؟ أنا مالي خاص لا تورطيني في هالسالفة هذه. يمكن يطلع واحد أقوى مني قاعد يكوفن فيني. أنا بروحي اللي تعورني هني هني بعد هني. صدق إنك تفشل. ياه أفشل ولا يصيدني واحد وخربط وجهي. إنزين وإذا غازلني؟ ها؟ لا فيها كلام ثاني. إذا غازلك أشقه نصين، نص من هني ونص من هني. أشال خلج. هذي الحكي السنع تعجبني طفوشو. هاي الحكي اللي يقولونه. عاد انتي هالايام يعني بعد حولي ما تطلعين يعني لما يصيدونه. واللي سأل منك ها؟ ان شاء الله حاضر. عافية عليك. دسوم؟ ها قم يلا قم شفيك بو حذار الله عدوك؟ انا قاعد اسن النص حق ريال احبيه جيت وقعدت يلا قم سنوني بعد ابي تحسني بس ابي تسوي لي تحسونة لمغازلتي. شنو؟ تحسونة لمغازلتي. يا انت حم صدق تحجي؟ اي مو صدق عل من غير صدقي. شو شكل هذي التحسونة ذي؟ ما تعرف لا؟ عارف لا عارف شو ما عارف. صدقني يا جسوم إن سويت لك التحسون ذي صار وجهك هالطول طول قاعت نعالك وتمت الناس تضحك عليك في الدواعيس وفي السكيك. أدري إنك أنت تغار مني. ليش أغير منك؟ من جمالك الفتان، من وجهك العدل، من شعرك هالبسايل هالاتكات شعرك بروحك النليف. صد منك. شوف وجهك طالع الوجه مدقي. شوفي من اليوم ورايح لا تطلعين برا البيت ترى. تحقوا بعاد اكو في واحد يغازل في الفريق مو من الفريق من برا هذا. انا مو خايف عليش انتي، خايف عليه هو يشوف هالوجه هذا ويطيح صفره. قرقر تخاف علي؟ تحبني تغار علي؟ بلام. المهم
هذا لازم نسوي له صرفه. ايه اذا صدناه نحط في دست اخو الموت علشان يتوب وما يعودها مره ثانيه. ايه انكم اياه اي غريب يدخل الفريق لا تهدونه، حطوا في دست اخو الموت. ايش فيك تتيت علي؟ شوي شوي زلعومي شوي شوي. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ ريحتك باقي براسك كنا شرايب ربيانك. ها؟ ايش بتغسل انت شعرك؟ ما اغسل بعد راسي، غسلون اغسل وايد بس كل يوم. يغسلون الراس؟ شو ما يغسلون راس؟ شنو يغسلون؟ بعداري؟ نعم. ايش فيك تندس؟ اصبر اصبر اصبر. أوي اصبر بعذاري. شيل القشوة عن مايك عفس وايهي. شوف عادل زين قبيت خراسي تقبض. شبيك تنافخ؟ اخ ما انسوا علي انه مولم قوزلتي. تبي اسوي لك احسن منه؟ ها؟ لا بسوي لك قصة والله مسخرة. لا تتحمل ما بي والله مسخرة، ترى بصير مسخرة. سأقول لهم غازلتي. أوقف فيك. ألو ألو مش فيك؟ فيك قاعد تحرك المخمة هذه؟ مش فيك؟ ما غازلتي يا فريد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم غازلتي أم غازلتي وفي الفريد؟ يا بابا هذا اللي أنا سمعته. لا الله يستر علينا، الله يستر علينا. هذه علامة من علامات الساعة. ولا شفت حديد يمشي، حديد يطير، حديد يتكلم؟ لا ومغازلتي وبعده في الفريج؟ إيه؟ لا الله يستر علينا. الظاهر كان هذه أولها، الله يستر من تاليه. بابا احنا لازم نسيتها وما نقفها عند حدها. اهالينا اخواننا اخواتنا نسوان في الفريج لازم نسيتها ونوقفها عند حدها. لكن شلون؟ هذا لين اقول هذا لين المغازلتي مو بسهلين، هذي نخاف منهم يا ابوك. هاي كل واحد عنده رينج بوكس. يبا تغربلنا يبا. لا يبا احنا يا ابوك ناس مو بقدهم دلين يا ريال اترككم. لا تخافين لا تخافين، انا سويت حساب كتاب كله صح. والله يا ابوك انا والله خاف اللي توهقني. وضحك انت بابا، انت بس خلي يدش في يدي وربع تعاون وما زلوا. الرابع انت عاونوا مو زلوا. نعيما نعيما يا جسمي. الله ينعم عليك يا ابو عذاري. بشر شيء جميل. يا تبي تشوف روحك؟ اكيد ابغى اشوف روحي، ابغى اشوف روحي ايش كثر صرت حلو عشان اعرف ايش كثر بطيح بنات. خمس ست سبع كل ما صرت حلو طيحت زين. اقول راحت عليهم بنات الفريد. جايكم الجسمي الوسيم. من وثي؟ هذه انت؟ هذه هذه اللي مغازلتي انا جسوم. يا لي صرت حلوه يا نيل. يا وعذاري شوفني هني شلون صرت طاف موت. اي شلون؟ مشكور مشكور عمي وعذاري. تعالي بالمنظره. يبهي يبهي يبهي. شنو؟ يب المنظره. لا المنظره باخذها وياي، ما اقدر اهدي الجسمي اللي مغازلتي. يا عليك الجسمي والله مسخره. ايه ايه اقول اقول اخواتي قول اقول اي انا مو بشايفه هاي هل مغازلتي اللي يقولون بوينه ما بعرف. صبر اصبر ايش فيك انت؟ قولي انا ابي اطلع زوجتي قولتني هذي وقتي. اقول ولت عليك ان شاء الله يا غلول. الحين انت تجيبني زوجتك تدري ايش دراها زوجتك بمواعيد هذه المغازلتي؟ عبد الشوف النسوان كل شيء يعرفون له. صوتي صوتي اختي النسوان النسوان كل شيء يعرفون. يلا 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 امشي 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 قبل قبل البس قوة طافشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. جسوم شبيك؟ شوف تحسونتي عجيبة. أنا ما أشوف شيء، ما أشوف إلا وجهي هني، وجهك ما تشوفه. أكا مني ركز في التحسونة عدل. يا العلة ما أشوف وجهك بس أشوف وجهي. ياه شوف. بل شو مسوي في روحك؟ ياه هذه تحسونة المغازلتي عجيبة. شكلك ضحك جسوم تلوع الجبد. انت ايش عرفك؟ هذا يقول لك الموطه هاللون. والله لا عارفه انا يا جسوم ان هالتحسونه ما تناسب لا عاداتنا ولا تقاليدنا. اما بتجلس تتفلسف علي وتقول لي تقدم وموطه وخرابيط، انا هالحكي ما يمشي عندي. طفشي، انا سويت التحسونه عشان قلت يمكن واحده في الفريج تنعجب فيني وتزوجها. لما تبغى تمشي ذي بروحي ابغى اتزوج، ابي واحده تغسل ثيابي، تسوي لي لقمه، تهمس ريولي. جسوم انت يمكن قبل كان في امل ان واحده تنجبر فيك وتعطيك وي وتتزوجك، لكن الحين عقب هالتحسونه هذه انسى، ما في امل. ول قمر ابو داوود انا ماشي البيت، شيل الجاي. مش محتار لا ما يصير شعرك نفسي. يا والله عجيب، انا بعرف ليش هذول اكيد يغيرون، اكيد يغيرون. جسوم ام غازلتي هي عليك. شحلاوتك شان زين اقدر احتج وياي، لكن ما يصير، بس لازم ينادي الربع يشيلون الطوق وياي عشان اقدر احتج وياي. عبد الشوفي هذا الدعوس خالي ما في الا هذا المعنون. بس غلوم انا اشوف ان هذا هو المغازل شي. شلون عرفتي ان هذه الغازل شي؟ اكو شوفه قاعد حاط الطوفه. زين شوفي خربلتني انت، لا هذه مينون وينه وين المغازل؟ زين 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 ايش رايك؟ الحين احنا خلنا نروح ونشوف ايش قاعد يسوي. زين يلا حولنا يلا قلنا. اقول انت يا الصقرقع ايش قاعد تسوي هني؟ ما تشوفني قاعد اكلم حبيبتي. حبيبتك؟ إيه؟ حبتك نايب ان شاء الله. والله ما تستحي قاعد هني وترسم لك وقاعد تغازل على الاطواف، ما تستحي؟ ها والله لا انتون ما تستحون، ريايل لابسين اطفال. انك مسترجع ارجع. عبد الشوفي يلا خلنا نمشي. هاي التنبي هذي المينون بيعملنا وياه. يلا ضيع وقت امشي يا عمري حبيبتي. هي عليك راحوا خلاص راحوا المينوني. دي بموت عبد الشافي وي زهري ما اقدر وقته. اوقف حسبنا الله عليك على اشوارك. وي 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 خلاص انا احس اركبي مو شايلتني بعد ما اقدر امشي. اسمع انا بوديش البيت علشان ارتاح. انا عبد الشافي ما تقدر تعبيت وايد، بروح البيت وبوكر نكمل. لا 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 عوح انا مالي شغل بالمغازلتي، ما اقدر بعد ما اقدر خلاص. انت الحين روح البيت وسوي لولا وبوكر نكمل دواره. دار راسك ان شاء الله، انت ما تتعب عنبك من الدواره. بس يبا خلاص انا مالي شغل بالمغازلتي، هو قاعد يغازل واحنا علينا التعب. يبا خلاص عبد الشوفي انت الحين بتهدين الفريج كله في خطر. خطر؟ ايه مش علي انا كيف خطر ما خطر، انا مالي شغل. كيف ايش قالوا لك انا شمشوم الجبار انا. لا يبا روح انا الزم علي
بيتي وصحتي ودكاني، وبعدين ايش بيقولون الناس عني؟ ايش بيقولون؟ بيقولون هاد دكاني وقاعد من داعوس لداعوس يطارد ورع ام غازلتي. لا يبا، انت تبي تروح يبا؟ اذا تبي انت، ها انت تبي تروح ورا ام غازلتي، هاك هاك روح. انا زعلت، ما بهاجيك ولا بكلمك ولا يتقصوني بلسانك. فشلتينا خبز ما في بعد. عبد الشافي وانا خفت. لازم عبد الشافي قتلوه قتلوه. بس ما صادوه ما صادوه، اعيزه وما خلوا مكان، مو بعارفين وين عرضه وين سمه. الله يقدرهم عليه ويصيدونه، صج ما يستحي على وجهه. عيل غازل قنات خلق الله. ولد الفريج محسوب، ريال ريال. اتوقف حق بنات الفريج ونسوان الفريج، ما فيك نخوه، ما فيك انفه، ما فيك شيمه، صج انك ما تستحي على وجهك. اقول بعذاري؟ سكتي من فضلك، سكتي، انا اللي فيني كافيني. عسى ما حاجتك الا تشلش ميتني. عفا 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 عفا. قولي قولي، اذا صدت هاي المغازلتش على قولتك شو تسوي فيه؟ خلنا صيده احنا معذاري، خلنا صيده. زين شو تقول له اذا صدته؟ بقول له تعال علمني شلون يغازلون. شنها؟ صج هالفريج أجلح أملح، بس ما يدري الواحد، يمكن حصل لنا واحدة حلوة في هالفريج تنجبر فينا وتتزوجنا. تفضل عجي. عبد الشافي يلا صدق. ايش فيه؟ بسم الله الرحمن. لمسي دفت اشتعالي. يلا يلا وقف. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما فيني شي بابا، اكو مغازلتي زهر قومة. حسبنا الله عليك وعلى المغازلتي، ذبحتني. اذا قومة يلا يلا. زين زين المغازلتي انت وين شفته؟ انا ما شفتها، زوجة مرانة قولت لي يلا قومة يلا زدوه. زوجة ما ننتشر وفايدي، اقول اقول راح توطي غازلها. وقف خويها اذا قوم يا ولد. دفتت يلا. دفتي؟ شو اسوي؟ مرزي وين دفتي؟ تحت منك خليني امحي. انا شو اسوي؟ يلا يلا قدام 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 قدام. رايح جاسك الدكان. يلا يلا يلا. هذا هو هذا هو. منو؟ هذا هو المخازلتي. هذا هو؟ ايه هاي المغازل شي؟ ايه قلت لك. يمو دريج اقول انا بروح البيت، عندي شغل وباي كتاب. عادي بتروحين بيت احل بضعفك، الفوز في الراس ومربط الفرس هنيك، هبين تروحين. تحن من صدقك بتخلينا نروح حق هذي؟ ايه لو بنروح له ما نقدر عليه. شنو ما نقدر عليه؟ بنتقى وبنتقى. ايش فيك انت؟ انزين يلا بنتقى. يلا والله اللي بيتقنا هو ما بيتقك. يلا انا بور انا بور اول شيء. يلا توكلنا على الله. هلا 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 بالغزلان الشارده، هلا هلا بسوق اليمعه كله. هلا أقول هلا أبوي. أقول أنت الخروف. أقول أنت أنت اللي مغازلتي. مقبولة منك. أنا وبلا فخر أحسن مغازلتي في الفريق. شود الله وجهك اللي ما تستحي. تعال تقول إنك مغازلتي. الحين بروحك سلام. يجيها يجيها قتلوا. دوري. ها؟ ودور ذبحتني ما يسوى على انها شلون تهيرت علي. لا بس انا اطالع لان اتهيدك، ابي اشوفك شو بتسوي، شو اللعب حامي. اوف مذبحه مذبحه. كش كش قول لك كش كش. يا شفته
ايش فيكم؟ عمي شافي؟ وين بعد غير امي هاك؟ ايش فيكم شباب صاير؟ كنا بنصيد المغازلتشي لكن شرد سريع. اوه تبون تصيدون المغازلتشي؟ اي انا عبد الشافي عودناه من يده هاللون راحت سريع ما قدرنا. جزائم؟ شكل مال انت مثل مغازلتشي. ادري ناس وايد يقولون لي اغلهم كل منهم من اروح الهبله اقول لك انك المغازلتشي انك ادري بس تدري لازم اغير قصه شعري اللي هالك ليه تطنزون عليه ما تمحمد تطنز علي. تعال هم بقول لكم انتو هم من صدقكم تبون تصيدون المغازلتشي انتو تقدرون تصيدونه بس مو بسهوله تصيدونه يبي لكم تخطيط. قول له هذه خليه يفهم. قول له مخليني من داعوس لداعوس ما يفهم شو اسوي وياه. عباله هذه المغازلتشي فار يحطون له شد داخل وتصك عليه. قول له فهمي. لا يا غلوم اذا تبي تصيد المغازلتشي يبي لك تخطيط عدل يبي لك واحد ذكي مثلي يخطط لكم. واحد مثل شنو؟ ذكي مثلي. الحين انت عبالك ذكي؟ ها ذكي على شنو؟ وشنو اثبات مال انت ذكي؟ اثباتي انه طفشي رفيجي هلون طفشو اذكى واحد ويقول لك اذا بتسال عن الانسان اسال عن من رفيجه من يماشي وانا طفشي عضيدي كله ويا بعض احنا. لا بالله كان الطفشي ذكي. لا صدقت ما مش اذكى منه. إذا تفاشو زكي بابا أي الفريج كله قواتي وتفاشو أكبر قوتي. يا والله ما لا تقول قوت على تفاشو أكثر واحد ذكي تتخلط على تور. والله العظيم أصبتك بذي سبني أنا ما أصبت تفاشي وتستع على وايهك. والله أنت عذيتوني بس خلاص فكوني هذي قوتي وهاي بالي احنا فكوني من هالسالفة. خلونا نفكر يا ناس خلونا نفكر شلون عن هالمغازل شيء. انتو تبون تصيدونه ولا لا؟ إيه. انا بقول لكم تعال خلوم وشافي قوي امي قويك امي شو تدورين؟ دور البرينة تقعد عليها بالغلط. اقول امي امي ابوي الله يرحمه الله يرحمه وغمد روحه لينا ان شاء الله ان شاء الله ويغفر له ويحسن اليه الله يرحمه ان شاء الله ان شاء الله وسكنه فسيح جنة طفاش شتبي امي يمه ابوي قبل الله ياخذك كان قازلك وي شنو وي يمه قولي الصدق احسن لك اعترفي ها يقاصلك لما يقاصلك يمه قبل مو عندنا هالسوالف استحى على وجهك يا مغازل يمه قولي الصدق ها يعني مثلا تلاقين يا على سطح مثلا انتو جيران تلاقون على سطح او مثلا هو ريال حلو وسيم ابوي الله يرحمه يجلس على الدكه وانت تطوفين يمه مسوين لك تقاصلينه ما لو غزلته هلون طقني بالعود صحيح امي قبل ما عندنا هالسوالف قبل في واحدة تفتر على البيوت تقول في واحد يبي عروس بس ويوم يخطبونها بس زين انت شلون خذوك يمه انا كنت العب في الشارع ويا البنات يا امي لبستني عدلتني زوجتني يا تلاقينك كنت تغازلين مغازل ابوي الله يرحمه ابوي بعد الله يرحمه شكله يعني لو كان قبل تشوفون النسوان اللي بياخذونهم شافك بعد شكله ما خذك هون شكله ما خذني اي شكلي انا اللي بطقك من عال الحين يعني انا اتقشمر لزعلين ايش تبي الحين ما ابي شيء متملل ما ادري وين اروح روح فوق روح فوق روح ما حد وين اروح فوق ما حد فرغ يا عيني غازل ما غازل طلع عليك ما ادش الحجره انزين جزائم هذه خطة سويناها احنا بيصير ناجح اوف اللي بتنجح قبلك انا اقول شي خربطه ايش انت كله خربطه بابا مخمر انت كله قوتي يا انا قوتي والله ما احتسج احترم نفسي انا انت عليك شوفي انت تقول لي قوتي ما قوتي دم فروسي تقول لي قوتي انا اقعد فضحتوني ايش فيكم انتم هذه المثل اللي يقول برز الدواء قبل الفيلة من أمس
شوي وبهما شوي اي لا لا هم الحين اكيد راقدين يا رقود او فشغالهم ايوه خلنا نروح اشوف لي دعوس ثاني غازل لي خلي قم عنها حبلة الفريد عرفتني قوة يقويك خير يا أخت إذا قاعد هني في شيء لا بس يدي تعورني وبي حد يوصلني البيت يدش تعورك الله يسلمك بعيد عنك عندي زكام في يدي يعني زكام يعني الواحد ما تدلع عليكم لا يبا تدلعي تدلعي هاتي يدك اواصلك وين ما تبي أخيرا صدق يا ولدي صدق تاكل من يزور لحظة لحظة يا ولدي يا ولدي سامحوني يا ناس يا حبيب يا طيب ساعدوني ساعدوني يا ناس تعال الحبيب انت يا حجية انت يا ودية ساعديني شوي ساعدي الله يسلمك استانس يا غلوم استانس شفت شلون سنعنا الريال شفت شلون سوينا فيه هذي علشان يتعذب وما تعودها مرة ثانية تخاص البنات العوادم في الفريج يعودها بعد ما يعودها وما يقدر وين يعودها شفت شلون يخسي احد يجي في الفريج مال احنا ويخاص البنات الناس هيا البعض وقف اخويها هالمرة افخنحة جايين وطقة هلا بالطشر والرأس والموية الموردة في الغرش هلا بسكار مالون عبد الشوفي قتلوني ساعدوني يا ناس يا حجية صار لي يومين مربوط هني لويه 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 لويه